هناك اتفاق أننا والكل يعي، كل مواطن في الأردن يعي أننا نمر في مرحلة استثنائية، وهذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تشاركية استثنائية وتتطلب وعي لطبيعة المشاكل وتتطلب حلول استثنائية أيضا. طبعا نحن في المرحلة الأولية وهي إعداد البيان الوزاري الذي بناء عليه سيطرح على جلسة استثنائية لمجلس النواب، جلسة الثقة. من هذا المنطلق نحن بدأنا حوارنا مبكرا حول البيان الوزاري ومحتواه والتركيز على نقاط أساسية فيه، ونأمل خلال الأسابيع القادمة أن ندخل في هذا الحوار مع الكتل النيابية ومع مؤسسات المجتمع المدني كما يطالبنا كتاب التكليف السامي، وأن نخوض في كل القضايا الحساسة بما فيها مشروع قانون ضريبة الدخل وكل القضايا الأخرى التي تؤرق المواطن والتي تشكل هاجس حقيقي يجابه، لأنه نحن تعاهدنا على نهج جديد عنوانه الحوار والتشاركية والانفتاح على الرأي والرأي الآخر، ونأمل من هذا المنطلق أن يدرك الجميع أننا في مركب واحد. التحديات الخارجية كنا ندركها، تحدياتنا الاقتصادية الداخلية ندركها أيضا، علينا أن نكون في مركب واحد، نتحاور، نوضح الوجهة، ونعمل معا باتجاه العبور إن شاء الله. تم التركيز على المواضيع التي تؤرق المواطن ما فيها طبعا موضوع ضريبة الدخل، ولكن الأهم بشكل عام هو موضوع الفقر، موضوع البطالة. هناك قضايا قطاعية مهمة جدا، إن كان في الصحة، في التعليم، في الزراعة، في النقل، تم التطرق لها جميعا. وإن شاء الله من خلال حوارنا لن نخرج ببيان وزاري 50 صفحة في الكثير من السرد، سنخرج بمؤشرات واضحة، سنخرج ببرامج واضحة، وسنخرج بمدة زمنية واضحة حتى يتمكن مجلس النواب ومجلس الأمة بشكل عام بالقيام بمهمته في مراقبة أدائنا وإيصال لكل مواطن المعلومة التي يحتاجها. حدود الأردن الحمد لله منيعة، لن يستقبل الأردن أي لاجئين عبر حدوده، فقد استوعب الأردن أكثر من حصته بكثير سابقا. الحدود منيعة وقواتنا الباسلة تحميها. نحن طبعا معنيين بحل سياسي للوضع السوري، ومعنيين بحماية إخواننا المواطنين في سوريا، ونبذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي بدون كلفة إنسانية على المواطنين. ولكن حدودنا الحمد لله مصانة، وليس هناك أي خطر في هذا الموضوع.